بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. أعزائي المشاهدين، عزيزات المشاهدات، أينما كنتم وحيثما حللتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى حلقة أخرى من برنامج اسألونك ضمن محور قضايا الأسرة وفق النساء. وباسمكم أرحب بفضيلة الأستاذة دكتورة بثينة الغربزوري، وهي أستاذة بجامعة محمد الخامس بالرباط. أستاذة الكريمة، مرحبا وأهلا وسهلا. مرحبا بك أستاذي، ومرحبا بالسادة المشاهدين في كل مكان. بارك الله فيكم أستاذة. أول سؤال في هذه الحلقة من السي عبد المجيد من فرنسا، يقول: طلقت زوجتي في مكالمة هاتفية، فكيف أوثقه، أي أوثق هذا الطلاق، وأنا في دولة أخرى غير المغرب؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. على بركة الله إن شاء الله نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال المبارك الذي يثير فيه السائل إشكالية توثيق الطلاق. عندنا مشكل ديال توثيق عقد الزواج، وعندنا مشكل كذلك توثيق انحلال العقد وفسخ العقد. وهو الطلاق. وعلى ما يبدو أن السائل يعني يوجد خارج المغرب. نعم، هو قال في فرنسا. نعم، هو خارج المغرب. أكيد يعني الطلاق بالهاتف حكمه حكم الطلاق اللفظي، لا يقع. أول شيء هذا هو خصو يعرفه السائل، بأن الطلاق بالهاتف والطلاق بالشفهي والطلاق فقط يعني بالتلفظ دون توثيقه ودون يعني الإشهاد عليه ودون يعني استئذان القاضي أو طلب الإذن من القاضي بتوثيقه لا يقع ولا يترتب عليه آثار، خاصة الآن بعد صدور المدونة في سنة 2004. ولهذا فالاكتفاء فقط بالقول في الهاتف هذا يعني غير سليم، لابد لهم من أن يتبع المسطرة التي يعني سطرتها أو التي نصت عليها المدونة بالنسبة للطلاق المغاربة المقيمين بالخارج. وعلى ما يبدو يعني حتى السؤال لم يوضح هل عقد الزواج كان عقد الزواج بالمغرب أم لم يكن هناك عقد بالزواج بالمغرب، ولكن الواضح بما أن الزوجة بعيدة والزوجة ما كاينش معاه في البلد، أكيد عقد الزواج راه كاين غير في المغرب. لا يبدو أن هذا هو. نعم، فهو لابد له من أن يأتي إلى المغرب، ولابد له من أن يسلك مسطرة الطلاق يعني الاتفاقي أو الطلاق الشقاق أو الطلاق الرجعي عموما، بحيث يطلب من القاضي يعني يقدم طلب إلى القاضي، والقاضي يأذن له بالطلاق بعد دفع المستحقات إلى غير ذلك، ثم بعد ذلك يأذن له بالإشهاد فيكتبه يعني ويشهد عليه العدول على هذا الطلاق، فيعتبر طلاقا ساريا المفعول له آثار إلى غير ذلك، ما عداه لا طلاق. الإشكال أنه يقول بأن ما يمكنش يجي. نعم، استاذه هنا مثلا هذه الاجراءات حنا كنعرفوها كتاخذ واحد الوقت، يعني ما اكثر من شهر، هيك استاذه اكثر من شهر ربما على حسب الحاله. على حسب الحاله. نعم، يعني هو مثلا غادي واش هنا غيجي السؤال، واش يكون شي مثلا النيابه الوكاله في الطلاق، الوكاله في الطلاق المدونه هذا يعني بالضبط هذه المدونه الجديده لم تتحدث عن الوكاله في الطلاق، في حين الاحوال الشخصيه تحدثت عن الوكاله في الطلاق. لماذا؟ لان الان المسطره ديال الطلاق عندنا فيها واحد البند مهم جدا، واحد الاجراء مهم جدا، هو أننا ضروري نستدعيو للزوجين للصلح، أن جلسة الصلح الأولى، وإذا كانوا تم الوليدات خصنا نستدعيهم لجلسة الصلح الثانية، عاد لأن المدونة والمشرع المغربي والمجتمع المغربي ككل نسعى إلى التقليص من عدد الطلاق، كنحاولوا ما أمكن نحاولوا على هذه اللحمة. لماذا المشرع المغربي اختار القول الفقهي الذي يقول بأن الطلاق الشفهي لا يقع؟ لأن كاين واحد انتشار ظاهرة الطلاق مهولة كثيرة جدا، فكنعطيو الفرصة للزوج وللزوجة أنهم يفكروا مئات المرات قبل أن يطلقوا، قبل أن يقدموا على هذه الخطوة، حتى عندما يعني يذهب الزوج وكيمشي للقاضي وكيدفع الأوراق وكيجمع الوثائق إلى غير ذلك، هذه المرحلة كلها كننتظر من الزوج أو من الزوجة أنهم يهدؤوا، لأن أحيانا معظم الزيجات الدراسة تثبت بأن هي لحظات غضب، لحظات ربما كيندم عليها إلى غير ذلك. فهذه المدة هذه ديال وثق وديال مشي عند القاضي وجمع الأوراق إلى غير ذلك، هذه مقصودة في حد ذاتها باش نشوفوا أنه ممكن يكون هناك تراجع، يمكن أن يكون هناك الحنين إلى الآخر، يمكن يكون إلى غير ذلك، فهذه مقصودة لذاتها. ولكن بالنسبة لهذا الشخص إذا كان مصر فإنه عنده واحد الخيار، إما أنه يوكل، وهذا ممكن يكون، لأن وإن كانت المدونة هذه ما ذكرتهاش، وإن كانت المدونة لم تذكر ولم يعني تنص على إمكانية الوكالة في الطلاق، إلا أن محكمة النقد في بعض القضايا كانت مؤخرة أجازت ذلك. المحكمة الابتدائية رفضت الوكالة، ولكن عندما وصل يعني المجلس الأعلى للقضاء، عندما وصل هذا
نقضت واجتهدت اجتهاد بأنه ممكن هناك حالات للجالية المغربية في هذه الحالة هذه الجالية المغربية صعب عليها الحضور قد يكون العمل إلى غير ذلك، ففي هذه الحالة ممكن يوكل شكون ينوب عليه في إجراء إذا ممكن ممكن هذا هو السؤال ديال هذا وفق الاجتهاد القضائي. الاجتهاد القضائي طبعا يختلف احيانا من قاضي لقاضي ماشي بنص القانون يعني ماشي بنص القانون يعني ممكن انه يدير الوكاله في هذا والمحامي طبعا سيدافع على هذه المساله. نعم. نرجع اذا ما يبحث عنه السائر ربما هذا هو الذي يبحث عنه. نعم. واسمع الجواب. نعم. هذه القضيه استاذ ربما شي مره كيكونوا غير وقع شي خيصه ماشي مره كيكونوا كاع بخير وعلى خير غير في التليفون ما تفهمناش شي هضره ما كانتش هذيك راكي مطلقه مع الاسف الشديد. هذا التسرع شي شويه اكيد يعني مع الاسف الشديد كلمه ديال الطلاق. نعم. ثقيله. خصني نعرف الساده المشاهدين دائما ان كلمه الطلاق يجب ان لا تكون وسيله للحوار، لان كنقول لماذا كنلتجؤ دائما للطلاق؟ لان اولادنا وبناتنا ما مكنيش من مهاره التواصل تدبير الخلاف دائما، يعني الطلاق اصبح وسيله لحل النزاع وحل التدبير الخلاف في حال هو مشكل اعوص. أن ملي كيوقع الخصام بدل ما تكون عندي واحد المهارات تدبير هذا الخلاف، كيف أناقش، كيف أتواصل، كيف أهدئ من روع يعني من روع الآخر. نعم. كيف الأول أنا يعني كنهدأ وكيف أنني كنعرف بأن كل ما أقوم به في تلك اللحظة ربما يعني قول غير حكيم غير منطقي غير معقول. في الطلاق يحتاج أن الإنسان قبل ما يطلق أنه يأخذ ورقة وقلم شنو الإيجابيات شنو السلبيات شنو المضار شنو المصالح شنو هاد السفينة لابد ندير لها الوجهة. ما يمكنش نكون نركبة واحد السفينة لمدة طويلة وأنا كنحاول فيها إلى غير ذلك، في لحظة بين لحظة وأخرى كنقرر أنني نقفز من السفينة إلى الغرق ولا أدري حتى. فلا بد أن الإنسان يعرف فين غادي هذه السفينة، ملي غيخرج من هذه السفينة فين، وخاصة عندما يكون هو المسؤول عن السفينة. ربما السفينة فكتكون عنده مسؤولية ديال أبناء وأطفال وأسرة إلى غير ذلك. فلا بد هذا الطلاق لا بد أن يكون فيه واحد الأنات، ولا بد أن أقول للسادة المشاهدين يعني نلغي من القاموس اللفظي مسألة الطلاق، لا بالنسبة للمرأة ولا بالنسبة للرجل. أكيد. يعني حتى المرأة اللي كتلح أكيد راشي مرة كيكون غير نقاش خفيف يقول له ويلك أنت راجل طلقني. نعم. هذه أصعب بكثير. نعم. هذا استفزاز وهذا أصعب بكثير، لأن هذا عجز وأقول لا أقول بين مزدوجتين فقر للغة التواصل. المرأة اللي ما كيكونش عندها كيفاش تواصل، كيفاش تدافع الفكرة ديالها، كيفاش تقنع الزوج ديالها بموقفها، ما كتلجأ إلى الهروب. نعم. وهو الطلاق نفس الشيء. الزوج عندما يخطئ كذلك إلى غير ذلك ولا يستطيع أن يدافع عن موقفه، لأن القوة. نعم. في 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 الحق، والباطل دائما هو. نعم. فيلتجئ كذلك هو كذلك يعني يقوم برفع تلك البطاقة الصفراء كما يقال أو الحمراء أحيانا عندما تصل إلى ثلاثة من الطلاق. وطبعا كما أقول دائما الطلاق يجب أن لا يسمع في الأسرة ككل إلا مرتين، الله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. بارك الله فيكم أستاذة، وانتقلوا لسؤال آخر من الأسئلة الصوتية. مرحبا. السلام عليكم. الله يخليكم. عندي واحد السؤال بالنسبة للنساء اللي كاينين في فرنسا، عندهم مشكل بالخصوص هذوك اللي النساء اللي كيخدموا في التعليم مثلا، في التعليم ما يمكنش تقريب بالغطاء على الشعر ديالك، يعني كان الأكثرية كيوصلوا للمدارس وكيحيدوا. هذه بالنسبة لي أنا مثلا كنحيدوا الغطاء وندخلوا نقريوا الشباب وسميسو كنقريهم بالشعر معذني. فشنو كيقول الشعر في هذا الشيء هذا؟ حيت كاينين اللي متعصبين كيقول لك من الأحسن تخلي العمل ديالك وتخلى عليه، وأوجب هو أنك تعمل الحجاب وداك الشيء. هذه من جهة، ومن جهة تانية كاينة واحد السيدة كنعرفها مشات للحج، حتى هي كأستاذة مشات للحج وفجات بقات نفس المشكل، يعني خاصها تجي لمكان الشغل وتحيد الدرة ديالها. دوك شنو كتقول؟ الله يخليكم إلا تجاوبوني. بارك الله فيكم. مرحبا. مرحبا سيدتي، وتسمعي الجواب عن السؤال ديالك. هذا سؤال كيطرحوه لبعض الاخوات. نعم. اللي كيعيشوا في الديار الغربيه. نعم. خاصه بعض الدول اللي كتمنع من المراه انها تدير. نعم. الزيف ديالها ودير الفولار ديالها. نعم. السائله هي مدرسه يعني استاذه. نعم. استاذه. نعم. استاذه وكتقري
واش هما كيفرضوا عليها انها تحيد الغطاء ديال الراس ديالها في العمل. كذلك قدك السيده عاوتاني مشات للحج وجات ولا العمره وعاوتاني مطلوب منها انها تحيد فما اللي تفعل المراه المسلمه في هذه الحاله هذه؟ نعم اكيد يعني هو معروف وكما واضح من السؤال انك تعرف بان الحجاب هو يعني فريضه لا داعي لان يعني ان نؤكد على هذه المساله. يبقى الان هناك واحد الاجتهاد او فتوى أو نزيلة أن المرأة في البلاد الغربية تمنع يعني هناك إكراه على نزع هذا الحجاب. هي مؤمنة الحمد لله بأن الحجاب فريضة وهي تقوم يعني بلباس هذا الحجاب ولكنها تكره بحيث تحارب في مالها أو في رزقها أو في علمها أو غير ذلك. نعم. تمنع من مسائل هي من مقاصد الشريعة. يعني كنعرفوا مقاصد الشريعة حفظ المال حفظ النفس حفظ النسل إلى حفظ العقل. فهي تحارب أو تمسك بالإضرار في هذه المقاصد حفظ المال. مثلا هي موظفة ربما قد لا يكون لها معيل فهي كتعل نفسها إلى غير ذلك. فجاءت فتوى معظم العلماء المعاصرين والفقهاء قالوا بجواز نزع الحجاب في هذه الحالة إذا لم يكن لها معيل. ولكن يعني حتى الآن مع التطور ومع التغير ومع حتى الأوضاع ديال الجالية المسلمة في أوروبا ونظرة الغرب إلى الإسلام يمكن أن نضيف هدفا آخر من غير هو أغلى وأسمى ويعني أعلى من أن يكون مجرد يعني مسألة شخصية. وهو أن المرأة عندما تدرس الصغار وهي امرأة مسلمة يعني مهما يعني المرأة المسلمة ليست في زيها فقط وليست في لباسها وفي شعارها وإنما هناك مبادئ هناك قيم هناك حتى أننا في موقف الآن يجب أن نوضح الصورة الصحيحة للإسلام. هذا واجب علينا. فهذه المرأة المسلمة إذا كانت بهذه النية ستدرس وإن تنازلت عن الحجاب وأرغمت على التنازل بالحجاب غير في ذلك الفترة ديال التدريس طبعا كتجي لابسة أكيد بلا شك ومن كتجي تما الحصة أو الحجرة ديال الدراسة نعم راه كتحيد بلا شك. لأن لم أتحدث عن فرضية الحجاب باعتبار هذه مسلمة وأصبحت يعني تعرفها وهي تسأل الآن عن الاستثناء وعن الرخصة نعم نزعه نعم متى تعطى هذه الرخصة. طبعا قالت بأن كنسمع بأن بعض العلماء يقولون بأن الرخصة ملي ما كتلقاش المرأة ما تاكل ما كاينش اللي يعولها. طبعا الآن أصبحنا في واحد المجتمع ممكن نزيدوا رخص أخرى لأن كتبان ظروف أخرى. أننا في واحد العصر صورة المرأة المسلمة وصورة الإسلام مشوهة في الغرب وهذه فرصة ثمينة أن تكون هناك امرأة مسلمة تدرس الصغار. أصعب مرحلة هي الصغار. فإذا كانت هي رقالة الشباب أستاذ الشباب معلمة الشباب. معلمة لأن تعودنا ربما يعني حتى في جميع الأحوال في جميع مهما كان معنى مهنة التعليم هي مهنة كتوصل يعني القيمة وكتوصل المعلومة فأنت تربي وتعلم والمعلومة التي توصلها تؤثر في الأجيال كثر. ربما يعني المرأة فعلا عندها دور في عائلتها في أسرتها ولكن عندما تربي الأجيال فهذا دور يعني أخطر. نعم. فهذه المكانة أنا والله أعلم هذا رأيي الخاص يعني أنها لا بأس أن تزيل الحجاب في هذه الفترة وأن تصحح النية بأنها هي موجودة لأجل أن تدافع عن هذه الرسالة ولأجل أن تكون لها رسالة معينة وليس فقط هي مجرد وظيفة تتباهى بها أو وظيفة اجتماعية مثلا تزيد في كمالياتها المالية إلى غير ذلك. فإذا كانت هذه الوظيفة فقط عندها اللي عولها وكتزيدها فقط الكماليات والتحسينيات وتحقيق الرفاهية إلى غير ذلك وإن كانت حتى تحقيق الرفاهية يعني مطلوبة في الشريعة الإسلامية. فإذا كانت هذا فالأحسن أن تحافظ على دينها وأن تحافظ على حجابها. أما إذا كانت يعني أولا ما عندهاش اللي يعولها أو عندها ما يعولها ولكن عندها رسالة تقدمها عندها قيم إسلامية هي وجودها كامرأة مسلمة لأن ما يمكنش يحيدوا لها الإسم وحتى ولو حيدوها الحجاب كيبقى الإسم عربي مسلم كيبقى دماء إسلامية كيبقى السلوك إسلامي قيم. حتى ليس بالضرورة أن تدعو بالكلام ولكن تدعو بالسلوك والأخلاق والإخلاص والوفاء والإتقان والإحسان قيم كثيرة جدا يجب ألا تذكرها ولكن تعبر عنها في عملها. يعني يرى الغرب ويرى الشباب إلى غير ذلك الإسلام الذي يعني شوه والإسلام الذي صور على صورة غير صحيحة فرصة أن تكون هناك يعني بيان لهذه الصورة الحقيقية على يد امرأة مسلمة خاصة أن مجال المرأة المسلمة هو المجال الذي ظلم فيه الإسلام كثيرا. نعم. إلى غير ذلك. فهذه إذا كانت من هذه الرسالة فلا بأس أن يكون تلك المدة الوجيزة طبعا أن لا يكون فيها حجاب. وطبعا عندما نقول ننزع الحجاب ليس معناه
التبرج والفتنة وإلى غير ذلك، أن تكون هذه الرخصة ورخصة تقدر بقدرها، بحيث أن يكون هناك لباس جد بسيط، أن يكون هناك يعني شعر كذلك لا يعني لا يجمل ولا يسرح، شعر بسيط لا هو بالأشعث إلى غير ذلك ولا هو بالمصفف إلى غير ذلك، فتكون فرصة. وأنا أقول دائما يعني من المفارقات الغريبة جدا أن يعني في دولة في الدول الغربية التي تدافع على الحق الحقوق المرأة والتي تدافع على الحريات الشخصية وإلى غير ذلك، يعني تحرم المرأة من هذا الحق وهو حق شخصي. نعم. فهو تمييز، لأن العالم الآن يحارب يعني جميع أو يعمل على القضاء على جميع على القضاء. نعم. على جميع أشكال تمييز ضد المرأة. نعم. هذا أكبر تمييز، تمييز ضد الأقلية، تمييز ضد المرأة، خرق للحرية، يعني هجوما على الشخصية الحرية. نعم. إلى غير ذلك من هذه الأمور، من هذه المبادئ التي يعني يصدرها الغرب وربما لا تطبق، ولكن هذه فرصة لأن تكون المرأة المسلمة كما قلت تطبق قيم إسلامية وتعلم بها أجيال من الغرب، سواء كانت مشات العمرة ولا مشات الحج ولا ما مشات، المهم المرأة المسلمة عندها مبادئ وقيم. نعم. ما ذكرت الحج لأن لا يؤثر في الحكم فعلا. نعم. شكرا اللي ذكرتي لي هذه المسألة، لأن الذهاب إلى الحج أو عدم لا يؤثر في هذا. نعم. الحكم نعم. نفسه يعني. نعم. لا يتغير سواء كانت حجة أو غير حجة. بارك الله. نعم. فيكم أستاذ. ننتقل للسؤال الآخر. حنان الساقي تقول: زوجي جامعني قبل الاغتسال من الحيض، فهل علينا إثم في ذلك؟ وهل يخصه وحده لأنني رفضت في البداية؟ نعم، يعني هذا هو ما نقول الجماع بعد انقطاع الحيض وقبل الاغتسال. قبل الاغتسال. والله سبحانه وتعالى يقول في محكم آياته: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله. الجمهور ذهبوا إلى أن المقصود بإذا تطهرن أن المقصود به هو الاغتسال، ليست الطهارة هو انقطاع الدم والحيض، وإنما هو الاغتسال بالماء. فبمعنى أن ليس هناك يحرم يعني مقاربة أو جماع الزوجة إلا بعد أن يكون هناك انقطاع زائد الاغتسال. الأحناف قالوا لا، الطهارة هنا المقصود بها هو انقطاع دم الحيض والنفاس، ولكن على ما يبدو يعني أدلة الجمهور أولى، وهو نحن المالكية منهم، يعني الجمهور أقصد بها الشافعية الحنابلة المالكية، والمالكية يذهبون إلى ذلك، إلى أنه لا يجوز للزوج والزوجة أن يجامع وأن يعني إلا بعد انقطاع الدم الحر وبعد الاغتسال، لأن الله سبحانه وتعالى قال فإذا تطهرن، بمعنى أن حتى يطهرن يطهرن، هذه هي القطع يطهرن، وكأن شيء يعني هو طارئ ليس بيدها، فإذا تطهرن في اللغة العربية فيه يعني هو نسب إليهن ذاتي نسب إليهن، فهن ماذا يقومن بالاغتسال، لا يمكن ليس لديهن يعني دخل في انقطاع دم الحيض والنفاس. نعم. فإذا المقصود تطهرنا أنه يعني الاغتسال، لأنه نسبت الطهارة إلى النساء. نعم. والذي بيد النساء هو الاغتسال وليس يعني انقطاع الدم الحيض والنفاس. ولهذا أقول للسادة المشاهدين والسائلة: ما حدث الآن لا إثم عليه، ما عليها إلا التوبة. دارجة أستاذ، الله يجزك خيرين. نعم. هذه أمور نفهمها كامل إن شاء الله دائما. بالدارجة ولا بإيجاز أستاذ؟ لا لا بالدارجة. بالدارجة. أما هنا غير خصنا، المهم أن الجميع يستوعب، لأن هذه الحمد لله العلاقات بين الأزواج تحصل دائما. أكيد. والمرأة كيفاش الإنسان يعرف ما له وما عليه، شنو الحاجة اللي هي مخالفة للشرع وشنو الحاجة اللي هي متفقة مع شرع الله عز وجل. متفقة معك تماما. إذا فإذا كان يعني يعرفوا النساء بأن الآن السائلة لا شيء عليها، إذا ما عليها حتى حاجة، ما عليها والو، لا كفارة ولا شيء ولا حتى إثم إن شاء الله بإذن الله، لأنها مسألة خلافية. وخاصة هي الزوج ديالها طبعا لا إثم عليه، إذا ذهبنا نحن دائما نسعى إلى التخفيف. نعم. والتيسير. نعم. وأن نعم. يكون هناك يعني إقبال على هذا التدين، ونحن طبعا سعداء بالسادة المشاهدين الذين يتفقهون في الدين وكيسألوا على دينهم إلى غير ذلك، فما علينا إلا أن نشجعهم. والرسول صلى الله عليه وسلم هذا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا لم يكن ينفر ولا يعني بل بالعكس يعني يبشر، فنبشر حتى للزوج لا إثم عليه، ولكن المرة المقبلة مستقبلا ألا يتكرر هذه المسألة، لأن فيها شبهة. الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات. الحلال كاين والحرام كاين، ولكن كاين مسائل كيتشابهوا حسن التقوى، وخاصة نحن الحمد لله في واحد الوقت الاغتسال ماشي صعب. ولهذا كنقول ولا كان الاغتسال بإمكان المرأة، لأن المرأة بمجرد أن ينقطع عليها دم الحيض أو النفاس
خصها تبادر بالاغتسال مباشره، لان ليس فقط هناك يعني المسؤوليه ديال الجماع او التزام الجماع، كان كذلك العبادات، لان هناك العبادات خصها تعرف بان هي مقبله على فتره ديال الطهر ديال ذكر الله سبحانه وتعالى، وكتكون في حصن من الله سبحانه وتعالى، فتبادر مباشره الى الاغتسال. اذا كان هناك ظرف أو طارئ أو نعم. ضرورة كانت في منطقة بعيدة ما فيهاش الماء إلى غير ذلك، فاحتاج الزوج والزوجة إلى الجماع، لا بأس في ذلك، لا بأس، نأخذ نعم. به الرخصة كرخصة، ولا نأخذ به كحكم، نأخذ به كرخصة نعم. والرخصة دائما أقول تقدر بقدرها. نعم والله بارك الله فيكم. تقول سؤال آخر من الأسئلة الصوتية. مرحبا. السلام عليكم، سميرة من مدينة المحمدية. أنا الزوج ديالي إنسان زين معايا، ولكن شاءت الأقدر أنه تسجن في قضية سرقة، والعائلة ديالي كي يقولوا لي وكيوركوا لي وكيضغطوني باش نطلق منه، وأنا عندي معاه بنية وأنا ما بغيش نطلق، بغى نصبر معاه. واش نتبع العائلة ديالي أو نكمل على هذا الزواج ونشوف كيفاش ندير؟ مرحبا لنا، مرحبا تسمعي الجواب عن السؤال ديالك. في الحقيقة هو طلب نصيحة أو توجيه أستاذ نعم. أكثر من حكم شرعي نعم. ولكن عموما المسألة نعم. تبين الله يجزيكم بخير من جميع الوجوه. الزوج ديالها ضبط ربما في شي سرقة نعم. فسجينة. الآن الأسرة ديالها قالت لك هي كتورك عليا نعم. يعني كتضغط نعم. عليها مش نعم. أنها تطلق من هذا الزوج. قالت لك أنا ما بغاش تطلق لأن عندي معاه بنيتها، وربما هي قلب متعلقة بهذا الزوج نعم. هل تطيع عائلتها نعم. أم تستمع إلى عقلها وربما قلبها؟ نعم طبعا أكيد، يعني مسألة الزواج والطلاق هي مسألة خاصة بالفرد، لا أحد يتدخل فيها، يتدخل فيها فقط بالاستشارة والمصورة والنصيحة كما ذكرت الآن قبل قليل. أما القرار، قرار الزواج وقرار الطلاق لا يعني يسمح إلا لصاحبه، إلا نعم. صاحب الشأن. فالزواج لا نجبر لا فتى ولا فتى على الزواج حتى من الأبوين، وهذه يعني رسالة للسادة المشاهدين، لأن كثيرا ما كتجينا الرسائل من نعم. هذا النوع إجبار الشاب أو لا. فلا حق للوالدين وإن كانت يعني هناك يعني حق الطاعة والبل إلى غير ذلك. وكذلك الطلاق هو أدهى وأمر، فإذا كان الزواج لا حق للوالدين في إجبارهما فالطلاق يعني أكد وأعظم، فلا يمكن، لأن الطلاق هو يعني فسخ للميثاق الغليظ. يعني الطلاق ليس بالأمر الهين، يجب أن ندرك جميعا أن دائما الطلاق آخر حل نعم. سواء ونحن ننصح أو سواء ونحن في موقع يعني الاختيار نعم. دائما الإنسان العاقل، الإنسان المسلم الذي يحمل هما والذي يحمل يعني تدينا إلى غير ذلك، يجب أن يعلم أن الطلاق هو آخر الحلول نعم. وأن دائما نبحث عن جميع الحلول ما عدا الطلاق طلاق. فحتى العائلة والأسرة التي الآن تضغط على يعني لا أظن أنها يعني وإن كانت يعني معذورة، ولكن لا 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 يعني ما عندهاش الحق ولا يجوز لها ذلك، فلأن هذه أسرة كائنة رغم مهما كان يعني من لا 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 مهما حدث مهما حدث نعم. إلا أن يكون كفر وردة، إلا أن يكون هناك كفر أكيد. السرقة يعني نحن نعلم أنها من الكبائر، وأنها يعني يقول هي شقيقة القتل، يعني بعض العلماء قالوا هي شقيقة القتل، لأن هذا اعتداء على المال وهذا اعتداء على الروح، وإحنا عندنا مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ النفس وحفظ المال نعم. فهي شقيقة، يعني ليست بالأمر الهين. والزوجة الآن في موقع، طبعا هي ليست بآثمة، ولكنها لابد أن تكون هناك موقف من هذه السرقة، لأن هذه السرقة يمكن يوكل بها ولدتها، يمكن ينفق بها إلى غير ذلك، فليس بالمسألة الهينة ربما فقط. يكون الأسرة ديالها هذه المنطلقات اللي عندهم ربما، إضافة إلى المنطلقات الاجتماعية. قلت بأن لهم ما يبرر هذا الموقف أكيد. فهذه المسألة هذه ليس يعني البقاء يعني وكأن شيئا لم يقع، وإنما ننصحها بالبقاء مع هذا الزوج، ولكن خصها تعرف بأن عندها مسؤولية كبيرة والتزام، مش في السرقة ولكن في ردع هذا الزوج، في الأخذ بيد هذا الزوج، في طلب من هذا الزوج أن يتوب، أن تكون يعني عندها واحد القدرة، وأن يكون عندها واحد الصبر، ليس فقط في أن تمكث مع هذا الزوج، ولكن أن تنهى هذا الزوج عن السرقة، وأن تساعده على أن يتخلص من هذا الذنب ومن هذا الإثم، خاصة عندما تكون العلاقة بين الزوجين علاقة يعني طيبة وعلاقة مودة ورحمة. بلا شك يعني كنقولوا الرسائل بين الزوجين تمر نعم. الحوار يكون فعال، الإقناع يكون سهل، التأثير يكون بليغ إلى غير ذلك. وعلى ما يبدو أن الزوجة يعني محبة لزوجها، وهناك
شيء من الوفاق إلى غير ذلك، هذا الوفاق غادي تستغلوا أن تنهي الزوج ديالها على هذه السرقة، تساعدوا أنها دائما لا يعني تتنازل على الكثير من الطلبات البيت إلى غير ذلك، على النفقة، تبين له بأنها هي مستعدة أنها إلى غير ذلك، مسائل كثيرة لا يمكن أن أحصرها، لأن يعني من السذاجة أن أذكر ما يجب أن تفعل لأن لا أعلم وضعيتها. نعم. ولكن هي خصها تعرف بأن هي عندها واحد الوضعية، خصها تفكر فيها مزيان، تستشر، تعلم كيفاش، حتى وإن كان عندها الإمكانيات شوية العلمية الفكرية، تشوف كي تدير تحيد هاد الآفة من الزوج ديالها، كيفاش تجر إلى الصلاح وإلى الإيمان وإلى التوبة، فيكون عندها في ذلك الوقت أجرين. نعم. فيكون نعم. عندها أجر الصبر وأجر يعني توبة. نعم. هذا الزوج، والله أعلم. هذه النصيحة أن ربما تنتظروا حتى يخرج، أكيد، وتعمل يكون عنده واحد الهدف، واحد الغاية كبيرة. نعم. أن تغير السلوك ديالها، أكيد. فقط الإشارة، يعني الحق في الطلاق مشروع، ممكن. نعم. شرعا ممكن الزوجات الأخريات المستمعات إذا كان هناك يعني الزوج دخل الحبس أو قانونا وشرعا ممكن طلب طلاق، ولكن جميل جدا أن يكون هناك صبر على الابتلاء، أن يكون هناك يعني محاولة يعني الاستمرار في هذا العش الزوجي. نعم سيدة، بارك الله فيكم. نعم. تقول لسؤال آخر، مريم من صخور حملة تقول: حين يعود زوجي من عمله تكون عنده أوراق نقدية في جيبه، فأخذ منها أحيانا 100 درهم وأحيانا 200 ولا يحس بها، وغرضي شراء أواني المنزل لأنه يرفض شراءها، فهل علي إثم في ذلك؟ نعم. مرة 100 درهم، مرة 200 درهم، 200 درهم. نشري الأواني. وسؤال هذا يتكرر كثيرا جدا، لأن النساء الآن أصبحت تعرف بأن يعني حديث هند بنت عتبة أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي. هذا الآن أصبحت تعرف النساء جميعا. نعم. ولكن ما أخشاه أن يكون ذريعة لأن تستباح يعني مال الزوج. نعم. فيجب أن كذلك نؤكد للمشاهدات وللزوجات ولبناتنا أن الأصل أنه لا يجوز، الأصل في أخذ مال الزوج أنه غير جائز، كما أنه الأصل أن الزوج لا يأخذ بدون علمه طبعا، بدون. نعم. علم. كما أن الأصل أن الزوج لا يأخذ من مال زوجته، فخصنا نعرف كل واحد عنده مال مستقل. هذه من المسائل التي سبقت إليه الشريعة الإسلامية منذ قرون، عندما كانت لا تعترف بأن المرأة إنسان حي، أعطت لها ذمة مالية ديالها مستقلة، تجارتها وإرثها ممتلكتها لا يحق لأحد أن يتدخل فيها، لا بربع ولا بنصف ولا بثلث. نعم. سواء كان زوجا أخا ابنا فلوسا، لا يمكن للزوج أن يتدخل فيها بدون إذنها ورضاها. نفس الشيء بالنسبة للزوج، يعني الله سبحانه وتعالى عادل، الزوج كذلك وإن ألزمه الله سبحانه وتعالى عنده مجموعة من الواجبات مالية، ولكن ليست هي استباحة لماله. فالأصل، وأؤكد للمشاهدات وللبناتنا وأخواتنا، بأن الأصل أنه لا يجوز. متى يجوز؟ يجوز عندما يكون هناك تقصير في أداء الواجب، لا نفقة أو شيء من أو يعني البخل في هذه النفقة. نعم. أنه يعيش مستوى عال في حين أنه يعيش أبناؤه في مستوى يعني أقل بكثير. إلى غير ذلك. الحاجيات غير متوفرة، الضروريات من تعليم، من صحة، من لباس، من سكن مريح، إلى غير ذلك، ما عداه لا يجوز، ما عدا ما يجوز. فالآن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ما معنى هذا المعروف؟ هي اللي خصنا نحدوها. نعم. ما معنى بالمعروف؟ ما معنى بالمعروف؟ هو بالقدر الذي هو يناسب ذلك المستوى. فإذا كانت مثلا الامرأة عندها واحد الوسط اجتماعي معين، بحال هذه الحالة مثلا، هذه الحالة أنها ما عندهاش الأواني، عندها فقط يعني الأواني، ربما أواني يعني قديمة، ربما أواني تحتاج إلى تجديد، أواني تحتاجها في الحياة اليومية إلى غير ذلك، يجوز لها ذلك. ولكن نحن نعلم جيدا فقه الواقع أن النساء نميل كثيرا إلى ما زالت يعني هذه الحالة، أن هناك هوس أحيانا، ويكون هناك حب إلى غير ذلك من طبيعة المرأة. نركز لخص يكون فيها. نعم. يعني عامرة طبعا المرأة دائما يجب أن تكون هناك متوسطة، بمعنى أواني
جميلة، أواني يعني تكفيني لاستقبال الضيوف، أواني تعبر عن مستوى زوجي وتعبر عن المستوى الذي نعيشه، والمستوى الذي نحن فيه هذا هو المعروف يعني المتعارف عليه والذي هو في العرف إلى غير ذلك. ولكن أن أحاول أن أخذ 100 درهم و 200 و 300 إلى غير ذلك باش نكون يعني كنت باهب أواني ديالي أو إلى غير ذلك، فهذا غير جائز خاصة. يعني يجب أن يكون بعلم الزوج، يجب ناهيك على أن هذا الأخ خصنا نعرفوا أن هذه المسألة لا نحرمها لذاتها، بين العلاقة الزوجية تتكسر الثقة، يعني عندما يكتشف لأن دائما الله سبحانه وتعالى قد يستر مرة اثنين، ولكن قد يكتشف الزوج بعد ذلك يفقد الثقة في المال، يفقد الثقة في شيء أخرى، فقد يعني تتفاقم الزوجية إلى شيء آخر، لأنه يفقد الثقة بأنه هو داخل إلى داره دير الأمان إلى غير ذلك، فيكتشف في مرة أنه يسرق من آله، فهذه صعبة جدا. كذلك بالنسبة للأبناء الأطفال، الأبناء الأطفال عندما يكتشفون وعندما يعلمون بأن الأم تأخذ من مال زوجها بدون علمه، هذا كذلك ستقوم وعلى، فهذه هي التربية. نحن نقول دائما التربية ماشي بالكلام، التربية بالفعل، خصها تعرف بأن هذه ماشي غير ربتهم نقشاتها فوليداتها، بحال اللي غياخذوا لباهم غدا ياخذوا لها هي، غدا ما تكونش عندهم ثقه في الكلام الكذب. نعم الى غير ذلك. فخلاصه المساله ان وان كان هناك جواز الاخذ بالمعروف في حق الرجل البخيل، اما الرجل الذي نختلف في مصارف المال الى غير ذلك فهذا لا يجوز ان ناخذ الا بالحوار والتواصل والاقناع الى غير ذلك. يعني المراه محتاجه لشي حاجه تهضر مع الزوج ديالها، بغيت هذاك هي باينه. نعم وأكيد ربما بالحوار والإقناع غادي يحصل المقصود. نعم لأن أصبحت الآن واحد الحل ديال، لأن أكيد يوقع واحد الاختلاف بين الأزواج فيش غنصرفوا الفلوس. أكيد واش متى اختلفت الزوجة مع الزوج فين غنصرفوا الفلوس؟ من حقها أن تأخذ لأنه لا يعطيها. طبعا لا أريد أن يستباح مال الزوجة ولا مال الزوجة، وأن يكون هناك العدل في أسرنا إن شاء الله. بارك الله فيكم أستاذة. شكرا جزيلا لك فضيلة الأستاذة الدكتورة بثينة الغمزوري، أذكر أنك أستاذة بجامعة محمد الخامس بالرباط. شكرا لكم مشاهدينا الكرام مشاهداتنا الكريمات، نلتقي بإذن الله عز وجل في حلقات قادمة. إلى ذلك حين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.